وثائق العبور تكشف أسرار النصر. التوثيق تم بشكل حرفي وقانوني وحقيقي. ما تفاصيل خطة جرانيت لتحرير أرض سيناء؟ سطر الله بتاعة العبور موجود على خريطة. كيف نفذت مصر خطة الخداع الاستراتيجي بنجاح؟ كلمة الخداع الاستراتيجي عندنا احنا في مصر وثيقة مكتوبة. كيف اختيرت ساعة الصفر بدقة شديدة؟ اختيار أنسب التوقيتات لتنفيذ هذه العملية. كيف نسفت الوثائق أكاذيب العدو بشأن الثغرة؟ بتثبت مصر في الوثائق إن الكثير مما نشرته إسرائيل والآلة الإعلامية الصهيونية غير صحيح وكاذب. وثائق العبور على الوثائقية.